أرى فين أهمية المشي على صحتنا. وتخيلش واحد غير جالس غير جالس غير جالس ما كيتحركش، كيفاش بغيت تولي النفسية ديالو؟ راه سبقت وقلت لكم بأن الإنسان داير بحال الماء، الماء إلا خليناه في واحد البلاصة مجموع كيفاش كيولي؟ ما كيبقى صالح لا للشرب لا للوضوء لا للغسيل لا لتا حاجة، لكن الماء غادي صالح صالح بعدا للوضوء صالح للغسيل صالح. وراه هنا لان ما منظمينش الوقت اش كيوقع لينا؟ ما كنعطوش وقيت الروسنا. راه ملي انا كننظم الوقت ديالي وكنعرف عندي واحد البرنامج انا غدا تابعني مثلا التقضيه خاصني نتقدى، اما انني ندير الوليدات ونجيبهم هادي شي حاجه مفروغ منها، هذيك راه واضحه. وانا غادي كنجيب الوليدات وندي الدراري كنقول بان هذيك الوقيته هي وقيت انا كنتقول فيها وقت، ماشي تلاقيت مع وحده جارتي غادا هي تجيب بنتها كنتمو غاديين ونهضروا في شي وحده ثالثه. لا هنا غادي نرجع للدار بواحد الطاقه اللي هي سلبيه، لان هذيك اللي هضرت فيها ولا هذاك اللي هضرت فيه راه نقصت عليه الذنوب. دوك الذنوب فين مشاو؟ جاو عندي انا والعياذ بالله. ما نهضرش من شكون هذا اللي في نظركم يستحق بانني نحيد ليه ذنوبه؟ راه كتعطيه جائزه. الا انا هضرت في واحد الانسانه سواء بالخير سواء بالشر، راه انا خديت من عند هاد الذنوب ديالها وحطيتهم في عندي. يعني الانسان ما يحاولش. شوف راه الا ما عطيتيش وقت لراسك في الرياضه في الاستغفار في علاقتك مع الله غيدوز النهار ديالك كله مكهرب كله معصبه. حنا اش قلنا؟ بان مهما طالبينا العمر الاخر ديالنا هي الموت، والموت راه ماشي هو النهايه. الموت ماشي هو النهايه، الموت هو بدايه لحياه جديده، حياه جديده اللي الله سبحانه وتعالى غيعوضني فيها على كاع داكشي اللي تحرمت منه. حنا هنا في هاد الدار الدنيا دارو الابتلاء، دارو الامتحان كنتمتحنوا فيها، غنظلموا وغنتاذوا وعايشين فوق الحمد لله. فانا كنبدا نهاري كله بانني كنستغفر الله سبحانه وتعالى. هنا الاستغفار شنو كندير؟ كنغسل راسي من كاع الذنوب. في العشيه ملي كتوصل العشيه كنبدا نحمد الله على النعم اللي عطيني، عطيني نعمه البصر كنشوف الحمد لله، كاين اللي ما كيشوفش، نعمه السمع، نعمه الحمد لله اني عندي وليدات، نعمه الحمد لله كنتمشى كنتنفس، نعمه الامان، هادو كاع نعم. وان تعدوا نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصوها، يعني نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. كنبدا نحمد الله على نعم ونشوف الامور الزوينه اللي في حياتي. مريت من تجربه قاسيه، مريت من تجربه قاسيه، ما نبقاش انا لاصقه في ديك التجربه، صافي راني يعني صافي نبقى ندور عليها، نبقى انا الله سبحانه وتعالى خلق لنا راسنا هكا كيدور يلا 90 درجه، ماشي ندورو هكا نبقى نرجع الله. الرقبه ديالنا راسنا ما كيرجعش الله، روسنا ما كيرجعوش الله، حنا كنبقاو نردو ملي كنبداو نفكرو في الماضي. لا كون غير ما درتش داكشي اللي كان خاصني نكون صافي، اللي وقع وقع، كنتصالح مع الاخطاء اللي درت، كنتصالح مع اي حاجه انا درتها في الماضي وكنبدا من جديد.